كلام مأثور لسيدنا علي رضي الله عنه، يقول حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. إخوان اللي قطعوا العلاقات معنا من الدول الثانية أو سحبوا سفراهم أو غيروا سفراهم، حقيقة هذا موضوع خاص فيهم، ولكن لابد أنكم تعرفون شيء مهم جدا. الآن اختلف الموضوع عن دعم الإرهاب، الموضوع اختلف تغير، صار المحور الآن تغيير النظام. حتى في الحج السويس هذا الموضوع أجابه واحد على أساس من الأسرة على أساس أنه هو يكون الحاكم القادم. وين ميثاق الجامعة العربية؟ وين ميثاق مجلس التعاون؟ نتعامل مع من؟ تتهمنا بالتعلقات مع إيران؟ أقسم بالله إيران حقيقة أثبتت أنها حقيقة دولة شريفة. إيران ما جبرتنا أن احنا نفتح سفارة هناك ونسكر السفارة، احنا تعاطفنا مع السعودية، مساندة الدول السعودية، وسحبنا سفيرنا من هناك تضامنا مع السعودية. رجعنا لإيران اللي شفناه منكم حقيقة. أنتوا كدول أنتوا تفتكرون هذه يعني بيضرنا احنا بشيء؟ حقيقة تضر العوائل الخليجية. أنت حتى الحيوانات ما سلمت منكم، أخرجتوها حقيقة بطريقة همجية. سفير مع الوزير أخذتم لا لا حقكم في الكلام. لا 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 الحديث على الهواء يجب أن يكون الرد على الهواء الآن، والجميع الآن مصر، وأنا مصر على الرد على هذا الكلام على الهواء. طرح هكذا مواضيع على مستوى عالي من الحساسية في جو محموم ما يصب في مصلحة الجامعة العربية، وأرجو أن ينسلخ كل واحد من عندنا بدون استثناء ينسلخ من حجم الذاتي ويفكر بمصلحة الجامعة العربية. هالنوع من الحوار، حوار فوق حوار، لا يزيد في الطين إلا بالله، هذا مو شيء صحيح. لنا رصيد من التاريخ يمتد إلى 7000 سنة، وعندما نتكلم عن حقائق، وعندما نتصرف بمسؤولية. فنحن لا نقبل ما تفضل به مندوب قطر، ونعتبر أنه هذا الكلام كلام خارج لا يجب أن يثار وبأسلوب غير مقبول. سوف أرد على بعض النقاط التي وردت للأسف الشديد في كلمة مندوب قطر. يقول أن إيران دولة شريفة، والله هذه يعني ضحوكة. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول، أصبحت دولة شريفة. إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدد كبير من السفارات، دولة شريفة. هذا هو المنهج القطري الذي دابت عليه. الآن تقول أنها تتعاطف مع إيران من أجل المملكة. نحن لا نريد أحد أن يتعاطف معنا من أجل أي شيء. نحن قادرون بحول الله وبقوته أننا نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة العربية السعودية. فهنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك. الأمر الآخر يقول الإرهاب وأين الأدلة؟ طيب أنا أبغى أسأل سؤال، الرئيس الأمريكي كم من مرة قال على قطر أن توقف دعم الإرهاب؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ كم دولة في أوروبا قالت هذا الكلام؟ معالي وزير خارجية مصر تحدث عن وثائق ومستندات وأدلة على تمويل قطر للإرهاب في مصر وفي عديد من الدول العربية. أنا لن أتعرض إلى هذا الأمر. وماذا عن التسجيلات الصوتية بين أمير قطر ووزير خارجيتها ورئيس وزرائها مع لقيد القذافي؟ أليست هذه مؤامرة؟ أما موضوع تغيير نظام الحكم في قطر، فوالله هذه شيء عيب أن يقال مثل هذا الأمر. المملكة العربية السعودية لم تلجأ ولن تلجأ إلى هذا الأسلوب الرخيص، ولكن عليكم أن تعودوا إلى رشدكم. فنحن لا نريد أن نغير نظام الحكم لديكم، ولكن عليكم أيضا أن تعوا جيدا أن المملكة العربية السعودية قادرة أن تفعل أي شيء تريده إن شاء الله. القطريين دائما يذكرون يقولون أين الدليل، وإذا أتيت لهم بملفات وملفات من الأدلة. لا أود أن أتكلم عن يعني أيادي التخريب في مصر، ولا أود أن أتكلم عن أيادي التخريب في البحرين وفي السعودية وفي دول عديدة أخرى، ولكني أشير إلى 59 إرهابي السجل الأول الذي نشرناه.
59 إرهابي مقيم ومستقر في قطر أو له ارتباط بقطر. مجموعة كبيرة منهم هم تحت السجل الأمريكي كإرهابيين، ومجموعة أخرى تحت السجل سجل الاتحاد الأوروبي، ومجموعة ثالثة تحت سجل الأمم المتحدة مصنفين كإرهابيين، ومجموعة أخرى تحت سجلاتنا الوطنية العربية. هذه أول مجموعة. قطر لحظة واحدة، لحظة، البحرين، أعطى البحرين، أعطيت الكلمة لدولة قطر ثم سأتي إلى البحرين. طبعا احنا سمعنا كلام، وهذا كل الكلام نسمعه حقيقة في السوشيال ميديا في تويتر، يعني هذه احنا مو غريبة علينا حقيقة ونسمعها. الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما أعتقد أنه هو قد هذه المسؤولية أنه يقولها. لا أنا قدها وبدون إن شاء الله. لا ما أنت بقدها. لا لما تتكلم لما تتكلم أنت تسكت. لا أنت اللي تسكت يا أخي تعال يا علي الرئيس، أرجوك إعطائك الكلمة لقطر مرة أخرى، أرجوك سوف تضطرنا إلى